للحمام. ماكو روحة، اقعد ادرس. كافي سخطة، امتحاناتكم الوزارية على الابواب. شنو العيشة هاي يا ربي؟ والله سكت نفسي ورايحك. شنو هاي؟ يلا اقتل نفسك. اقتله هو مو اقتل نفسي. يلا كتله. استغفر الله يا ربي، ايش قاعد احكي انا؟ هذا ابوي. بالضبط ابوك، يعني اريد مصلحتك، او على الاقل هو هيك اظن. ادري يعني واحد حرام شوي يطلع؟ لا بس الحرام ضيع سنه كامله بس حتى ما تعب روحك. تعب روحك شوي وراها راح تصير حار، وراح تسوي اللي انت تريده. وجهة نظر. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي والمكثف من الآليات المناطق الشرقية. يلا ننتظرك يم الباب. روح ادرس، صير مثل أخوك.